تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. التنوع الثقافي هو عامل ضعف لتطور المجتمع. التنوع الثقافي هو عامل ضعف. أحسنتم. خطأ. التنوع الثقافي هو عامل قوة وليس ضعف. هوية المجتمع الجزائري هي الإسلام، العروبة والأمازيغية. أحسنتم. صحيح. اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الثانية. اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الثانية. جيد. خطأ. اللغة الرسمية الثانية هي اللغة الأمازيغية. أحترم عادات وتقاليد الآخرين. أحسنتم. صحيح. واصل. شكرت زميلي لأنه دافع عني. صحيح. أحسنتم. صحيح. نواصل. نراجع. التنوع الثقافي هو عامل قوة. ضعف. خطأ. هوية المجتمع الجزائري هي الإسلام، العروبة والأمازيغية. اللغة الفرنسية اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية الثانية وليست الفرنسية. أحترم عادات وتقاليد الآخرين. شكرت زميلي لأنه دافع عني. عبارات صحيحة. نلتقي إلى التمرين الثاني. اربط بسهم بين العادات والتقاليد والمنطقة التي ينتمي إليها. لدينا عادات وتقاليد ولدينا مناطق. غناء المداحات، لباس الحايك، غناء المالوف. مناطق، منطقة الشرق الجزائري، منطقة الغرب الجزائري، ومنطقة العاصمة. لنبدأ. غناء المداحات موجود بمنطقة، أحسنتم، منطقة الغرب الجزائري. لباس الحايك، جيد، منطقة العاصمة. غناء المالوف، منطقة الشرق الجزائري. إذن ربطنا كل عادات وتقاليد بالمنطقة التي ينتمي إليها. غناء المداحات ينتمي إلى منطقة الغرب الجزائري. لباس الحايك منطقة العاصمة. وغناء المالوف ينتمي إلى منطقة الشرق الجزائري. التمرين الثالث. ألون مقومات المجتمع الجزائري. مقومات المجتمع الجزائري: العروبة، الثروات الطبيعية، الإسلام، أمازيغية، البحر الأبيض المتوسط، اللغة الفرنسية. إذا من بين مقومات المجتمع الجزائري العروبة. أحسنتم. تعتبر من مقومات المجتمع الجزائري. ألون. الثروات الطبيعية ليست من مقومات الإسلام. أحسنتم. من مقومات المجتمع الجزائري. يلوي. الأمازيغية. أحسنتم. من مقومات المجتمع الجزائري. البحر الأبيض المتوسط ليست من المقومات، واللغة الفرنسية كذلك ليست من مقومات المجتمع الجزائري. إذا من بين مقومات المجتمع الجزائري العروبة، الإسلام، الأمازيغية. لدينا كذلك الوطن الواحد، الثقافة المشتركة، والتاريخ التاريخ الطويل. أعيد. العروبة، الإسلام، الأمازيغية، الوطن الواحد، الثقافة المشتركة، والتاريخ الطويل، كلها مقومات المجتمع الجزائري. التمرين الرابع. صنف السلوكات الآتية في الجدول. احترام تقاليد الآخرين، تعلم لغات الغير للتواصل معهم، تبادل الزيارات في المناسبات المختلفة، التمييز بين السكان حسب مناطق إقامتهم، أتبادل الرسائل بلغات منتشرة في وطني، السخرية من الثقافات المختلفة. هذه كلها سلوكات. لدينا السلوكات التي تدل على تقبل الآخر، على التقبل للآخر، وسلوكات تدل على عدم تقبلي للآخر.
إذا نقع السلوكات احترام تقاليد الآخرين، هل يدل على تقبل الآخر أم عدم تقبل الآخر؟ أحسنتم، تدل على تقبل الآخر لما احترم تقاليد الآخرين. إذا ما يدل على تقبل الآخر هو احترام تقاليد الآخرين. تعلم لغات الغير للتواصل معهم، أتعلم لغات الغير هل يدل على تقبلي لهم؟ أحسنتم، يدل على تقبلي للطرف الآخر. إذن تعلم لغات الغير للتواصل معهم. واصل تبادل الزيارات في المناسبات المختلفة، لما أتبادل الزيارات هل يدل على تقبل الآخر؟ نعم، إذن أحسنتم، نكتبها هنا تبادل الزيارات المناسبات المختلفة. واصل التمييز بين السكان حسب مناطق إقامتهم، التمييز لا يدل على تقبل الآخر، ما من هنا التمييز واصل أتبادل الرسائل بلغات منتشرة في وطني، أتبادل الرسائل بلغات مختلفة أو بلغات منتشرة في وطني يدل على تقبل الآخر. أحسنتم، نعم، نكتبها أتبادل الوطن. وأخيرا السخرية، تصور خاطئ من ثقافات مختلفة هو لا يدل على تقبل للآخر، نكتب هنا السخرية من الثقافات نراجع. ما يدل على تقبل الآخر احترام تقاليد الآخرين، تعلم لغات الغير للتواصل معهم، تبادل الزيارات في المناسبات المختلفة، وأتبادل الرسائل بلغات منتشرة في وطني، كلها عبارات تدل على تقبل الآخر أو سلوكات تدل على تقبل الآخر. بينما السلوكات التي تدل على عدم تقبل الآخر هي التمييز بين السكان حسب مناطق إقامتهم والسخرية من الثقافات المختلفة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.